محكمت كتالة دالكا كينيا يا شاكتين صدح نيناي كوه شايدن بلا حريرا إني كلوغ لهايين ويرار كي لغو قادي چا معادة مغالة دا غاريسا إي سند كي لبادي كوني يشان يطبان كي كاسو اي كورين تين داد غاري يا بغول يسيداد يا فرطان قوفو عرضي وبدنا رغا ويرار كالا لحريرين ايوا يا وچاها يا حبسي داين يدو اوغو دنبين محكمة دين تودونا دعيدون تا صدح دا بيشا چولاي نغو سو فول كاله صدح دا نين لابا واسو صومالي هال كاميدكا كالانا وكسو چيدو دالكا تنزانيا وحالكا ليراه دا محمد علي أبيكر حسن آدن حسن يو رشيد تشارلس حاكم كا محكمة دو كتالة مغالة دا عاسمة دا هين نيروبيا يا حسين رقاني اي هروغا ترسانايا نورور كالشباب اي كادا غالما قايبو كاميدا دالكا صوماليا ويررانا كفوليا قدها دالكا كينيا حاكم كولوغو مقعابو فرانسيس انداي وحو انتاكو دارين اي هايان عدده ما موچين ايا ان رقاني اي قيبهان فدو ديين هاب كيو دعاي ويرر كاس چام عدا اي غلافت اي نلوشا طبانان كارده داد بادن او كينيان احا يا او دكتاق اي نتيجة دا كيس كرقان او نقون اي حكم كي كوبا دي لغو ردو دل لغو ايدين اي ويرر كاس لبادا بيشي ابريل اي سند كي لبادي كون يشان يطبان كي ayay afar nin oo hubaysan kana tirsanaa ururka Al-Shabaab gudaha u galeen jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Galbeed dalka Kenya halkaas oo ay rasaas ku fureen hoole isugu yimaadeen ardayda jaamacadda oo qayb la seexdana ku lahaa gudaha jaamacadaasi weerarkaas waxaa lagu tilmaamaa kii labaad ee ugu dhimashada badnaa taariikhda Kenya waxaana ka dhimasho badnaa oo kaliya kii Al-Qaacida ay ku qaaday safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi sanadkii 1989kii markaas oo weerarka lagu dilay 213 qof Khadar Haybe Saab TV adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.